سلام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير ويعطيكم صحة كامل. يسقسوا عليا على الغياب هذا اللي دام 15 يوم. سمحوا لي، كنت مر بظروف ما قدرتش كامل نخدم هذا لا فيديو مالغري كنت متحمسة له بزاف. وهاد لي ماكارون درتهم في لانيفيرسير ديالي، والله غالب ما قدرتش نحطهم لظروف، معليش جازت. ويعطيكم الصحة اللي كاع اللي ما عرفنيش واللي يعرفني وسقس عليا، بارك الله فيكم. نبداو ان شاء الله المقادير تاع لي ماكارون. قلت لكم نسحقوا 150 غرام سكر ناعم يكون مغربل، ونسحقوا 150 غرام سكر عادي كريستاليزي، 50 غرام تاع بياض بيض و50 غرام تاع بياض بيض واحد اخرى. تقدروا هذيك ال50 يجوكم 3 بياض، بصح الا ما عندكمش الميزان ما تخدموش لي ماكارون. 50 غرام تاع ما نسحقوها، ومن بعد نجيبوا اللوز. اللوز بالنسبه للوز كيما تاع الفانيل، اللوز الاخضر لي ماكارون هي غاتو ديليكا اي ديليسيو كيما الفانيل. نشفت لهم الزيت، جبت انايا 150 غرام تاع لا بودغ تاع اللوز، شريتها عند مود الكاطو مرحي هكاك، مرحيتش انايا. ودرت البابي هذاك تاع الكوزينه اللي تحقق في الكوزينه، ونشف اليوم ندير له يطلق كامل الزيت ديالو، غدوه نعاود له خاطر هما يخدموا باللوز الماركونا. الماركونا ما تقدوش تصيبوه، وتاني غالي، انا وصيت عليه وما جابوهوليش، يخدموه وما تجي واحد الحبه تاع اللوز طويله. المهم دوكا حنسيروا هذاك اللوز. انا اللوز ديالي مرحي صافي، ما مرحيتوش في الدار، ولا حنصيب فيه كاش شوائب، حنصفيه عادي في صفايه ولا في السيارة، حيجوكم بزاف هايلين لي ماكارون من اول مرة تبعوا برك النصائح وغربلت معاه السكر. درك هاد العملية تاع اللوز والسكر حنعاودها 3 مرات، 3 فوا، وانا نعاود نصير فيهم. هذه المرة الاولى احنا واش ندير هاد العملية؟ واش ندير؟ ندخل لهم الهواء، ندخل الهواء للوز ديالي والسكر ديالي. المره الاولى قلت لكم هاد لا فيديو تال كنت متحمسه له، الله غالب ما حطيتوش واحد، الله غالب اليوم كتب له نورمالمون ما نغيبش 15 يوم، مي واش حنقول لكم، اسمحوا لي وخلاص. دونك جبسناه 3 فوا خلاص، حنحطوه حنديروا عليه 50 غرام تاع بياض البيض الاولى. عندنا خطر زوج مرات 50، عندنا 50 غرام تاع بياض نسحقوها دوكا، و50 غرام دوك نسحقوها نكملوا الوصفه مع بعض. دخلوا كامل هذاك البياض مع هذاك اللوز والسكر، حتولينا اون بات ما هي شاده روحها، راكو تشوفوا فيها كيف راهي. هنايا اللي حتستعملوا الملونات، هنا استعملت انا هاد لا مارك فوكتا، درت الاحمر خطر الموف ديالي البنفسجي هذاك ما يجيش فونسي، صافي حنخلط له شويه الاحمر باش نطيح في لاكولور اللي نحبها. نتوما كان عندكم بنفسجي مليح ديروه ديراكتومون، ما ننصحكمش بكولور ليكيد ما ديروش، ديروا يا هذا يا جال يا غبره، يا تقدروا سبيسيال ماكارون. هنايا تقدروا تفونسي ولا كولور لخاطر بعدا حت شوفوا هاي فونسي، ومن بعد حت تكليرسا، من بعد كي نحن ندخلوا فيها لا ميرينغ هكذا، ونحطوها على جهه ما تكتروش تخلط بزاف. راني وليت لكم هادو، هادو يديروا 49000 الا ما نسيتش، يديروا نورمال عندي مده ملي شريتهم، هامليك باش تشوفوهم مليح. دونك نروح لا ميرينغ ديالي، حندير ميرينغ ايطاليان خاطر عندنا الماكارون بزوج طريقات، كاين الماكارون الفرنسي وكاين الماكارون الايطالي. الماكارون الفرنسي يجي يبري اكثر على الماكارون الايطالي، بصح الا كنتم من اول مره ديروا الماكارون الايطالي. نحط 150 غرام تاع السكر و50 غرام ديالي تاع الماء، ونروح نطيب السيرو ديالي. نجيب الريسيبيون تاع البيتخان تكون ناشفه ماذا بكم، نحط فيها البياض البيض ونخليه يطلع في نفس الوقت السيرو هذاك ويطيب. كان عندكم ثيرمومتر تحبسوه في 117 درجه، راني طلعته انا، لازم يطلع قبل ما يطيب لنا السيرو. كان ما عندكمش ثيرمومتر دوك نوري لكم، بصح وشنو الميزان؟ لازم ثيرمومتر تستغناو عليها الميزان، لا لا ما تقدروش. هنا راني طلعت هذاك بياض البيض، رحت للسيرو ديالي ويغلي باش تعرفوه وجد، يدير واحد الفقاعات كبار باش تعرفوا بلي وصل 117. هنا مازال ما وصليش، دوك تشوفوا يدير واحد الفقاعات كبار، ودوك نوري لكم، راني وريت لكم كيفاش تقدروا يبدا. دوك تشوفوا، استناو دوك تشوفوا معايا كي يوصل للدرجه المناسبه تاعو، راني حنوري لكم. هنا راه 115، الترمومتر ماشي غاليه والميزان ماشي غالي. لا كنتو نتوما تحبوا دايما ديروا كاطوات لا ديروا النوكا، ولا الترمومتر دير 40000 والميزان تاني دير 60000.
وصلنا للدرجة المطلوبة. هاي ليك، شوفوا تحطوا شوية في الأرض هنا، حطيت في البوتاجي، وشوفوا كيف تنحوه هكا، راه وجد بالمغرف، تحطوه هكا وتبداو ديماري البيتخا ديالكم بسرعة متوسطة، وتبداو ديروا في هداك السيرو بالعقل بالعقل. الميرانغ الايطالي هو اللي نديروه في، نعطيكم نصائح، هو اللي نديروه في لي تارتيلات تاع الليمون. ها لازم تقلبوها على حتى يبرد كامل الغيسيبيون ديالكم، باش قلت لكم هما اللي نديروها في لي تارتيلات تاع القارص، لخاطر البيض يكون طاب ما فيهش الجراثيم. تبداو، انايا هنا عيّاتني شويه السباتشول هذه ديالي، من بعد سقمتها. تبداو الطريق اللي تروحوا منها تشدوها، رحنا من اليمين لليسار، نكملوا من اليمين لليسار، رحتوا هكذا صافي تشدوا طريق وحده. تبداو رايحين هكذا بالعقل. هنايا انا طارت لي كما كتشوفوا، عاود سقمتها. الماكاروناج مهم جدا، هذه هي عمليه الماكاروناج، ديروا بالعقل هذاك الميرانغ ديالكم. الماكاروناج وشنو هي؟ ما تفوتوه ما يولي سائل، ما تخلوه ماشي، خاطر كاين هذه المرحله مهمه بزاف. دوك شوفوا لازم تولوا كي ترفدوا لا ميرينغ مع اللوز مع هاد الاخر، تبدا تولي تهبط طريق واحده ما يبداش يتقطع. هنا راهي وجدت لكم، وجدوا لي ماكارون كمرحله، نجحوا كمرحله اولى، خاطر كل مرحله لازم تتبعوها في الطياب، في قادرين يخسر لكم في اي مره. هنا نزيد شويه خاطر راهي تتقطع لي، شفتوا لاك ولا غايت كلاخسات، راهي ولات بارده شويه ماشي كيما كانت. وبالا كنت تبقاو غير تخلطوا تخلطوا حيولي لكم الخليط جاريه، بعد خلاص ثاني هنايا راكو برديتو لي ماكارون ديالكم، هما كي طيبوهم يجوا هكاك مشقين هكداك صافي ثاني خلاص. هنا انا راهني وجدتهم، جبت هذيك لا دوي اللي تكون ماشي مسنه، وجبت لا بوش جوتابل، وجبت كاس راكو تشوفوا عمرت. هنايا تقدروا ديروا في تابي سيليكون، هذا شاتولي اختي في لانيفرسير ديالي، واقيله يدير 65000 ولا 70000، شاتولي مع بزاف عفايس تاع الكاطو. انا حبيت طابي بصح فينالمون ميم في بابي كويسون طابو لي هايلين. في طابي، في طابي هذا لازم تكون نار شويه زايده، غير ما ماشي كيما تستعملوا بابي كويسون هكذا. وشنو الطابي خلي حبات يجو كيف كيف، هذه هي الحاجه مليحه في الطابي، شغل يدو شو يسحقوا هامليك. وبعد حطيتهم هنا في سنيوه، خبطوهم خبطوهم، بقات لي انا كميه ماشي ما دارتليش غير هذه، خبطوهم وخلوهم يريحوا 10 دقائق، ينشفوا لكم كي تمسوا بالفوق تلقاهم ناشفين فوق 10 دقائق، ما تزيدوش، ما تخلوهمش 40 دقيقه ولا 30 دقيقه، لخاطر حيفسد لكم الشكل ديالهم في الفور. هذه نصيحه مهمه، متبالكو بالكو، لازم 10 دقائق حتى ربع ساعه مينيموم. وهنا كملت انايا في هام، هنا نشفولي، شوفوا دازت ميم با 8 دقائق 9 دقائق نشفولي، خطر يضربهم بزاف الهواء ثاني حيفزلو. قلت لكم كاطو كيما اللي يشبه للفانيد. ومن بعد هنايا راهم راكم تشوفوا فيهم نشفوا، الفور يكون على 150 درجه، تكونوا سخنتوهم، بعد نقصوا له مده الطهي تخلوهم 12 دقيقه. الا شفتوهم ما زعما مثلا شوفوا نتوما، انا الفور ديالي فونتيلي، دوك نفهمكم، انا الفور ديالي فونتيلي، دخلتهم ما حليتش عليهم، واذا نتوما كان ماشي فونتيلي حلوا عليهم، منين داكو حلوا عليهم بعد ما تجوز 8 دقائق، تجوز 12 دقيقه والماكارون ديالكم خرجتوه ما طالكمش من البابي ولا من السيليكون ديالكم، عاودوا نورمال دخلوه خلوه ينشف. هنايا الكاناج خديت جاني بزاف بنين، امباسادور امباسادور درت 50 غرام بالحليب و50 غرام نواغ، ودرت معاها 100 غرام لا كريم فخاش، سخنتها وحطيت الشوكولا، تلقاو الكاناج شحال من مره استعملناه ودرته. هنا جبت هادو لي كولورون، هادو مال ناكري دوري، سمحوني ناكري دوري، واستعملت هذا الابيض كتشوفوا فيه بزاف هايلين، هادو كاين تاع الهند وكاين تاع الالمان، 10 غرامات هادو ب 20000. هنا استعملت مع شويه ما راكو تشوفوا، وجبت البانسو هذا ديالي ورشيت به، حبيت نعطيكم لمسه ديالي اللي ماشي على بالي الماكارون قاع داروه، باش تكون خاصه بيا. تقدروا تجيبوا البروسادون تاني وديروا بها،
هكذا راكو تشوفوا بلي كاين حبات الشكل ديالهم ماهوش مدور مليح، هادوك اللي درتهم في بابي كريسون، سينو اللي ديروهم في تاع السيليكون حيجيوكم بزاف هايلين. سمحوا لي بزاف، والله راني عيانه والله غالب. المهم قلت لكم لوغاناج ديالكم حيجي بزاف هايل وحيعجبكم. نصائح لي نزيد نمدهم لكم في الاخير، ها ملي جاو بزاف بنان ولي داقهم بزاف عجبوهم. نصائح نمدهم لكم، قلت لكم بلي اللوز لازم يكون مرحي مليح ما يكونش فيه الزيت. الكولورون لازم ديروه في البدايه ما ديروش سائل. الماكاروناج ما تفوتوش، الا ما طابولكمش عادي جدا عاودوا دخلوهم. اللي عنده الفور تاع ماشي فونتيلي بعد 8 دقائق يحل عليهم شويه ويغلق باش يدخل لهم الهواء باش يديفلوبيو في الفور. واش تاني؟ الا شفتوهم ماشي طايبين خرجتوهم عادي عاودوا دخلوهم وشعلوا لهم النار حيعاودوا يتحمروا. الا شفتوهم ما طالولكمش من بابي كويسون ولا من المول ديالهم. ما تقدروش هاد الكميه ما تقدروش تلونوها على زوج مرات، مثلا ديروها موفو غوز، لازم هاد الكميه تتلون بلون. الا حبيتو لون واحد اخر زيدوا 150 غرام تاع اللوز مره واحده اخرى خدموا. هاد الناكري بزاف هايل، قلت لكم تصيبوه عند مول الكاطو. هادوك لي بوات 20000 الوحده عمرتهم. وما عليا نقول لكم ان شاء الله يعجبكم. الكاناج تصيبوه في الفيديو ديالي بزاف راني خادمه به. درت قيس لا كريم فري 100 غرام مع 100 غرام شوكولا، خلطت بين نوار وبالحليب. تقدروا هذاك الكاناج كما انا استعملته خليته برد واستعملته، تقدروا تزيدوا تطلعوه بالباتور تطلعوه، تقدروا تستعملوا شوكولا بيضاء وتلونوها باللون اللي استعملناه خطر لي ماكارون جينيرالمون هكا الداخل تكون اللون كيما زعما مثلا موف نديرو الكو تاع كاسيس ولا تقدروا تاني ماشي مشكل. انا نحب الكو تاع الشوكولا. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وسمحوا لي كما قلت لكم مع الغياب وجاو بزاف هايلين مقرمشين من برا ومعلكين من الداخل. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتبعوا كامل المراحل. تهلاو في رواحكم، مع السلامه ويعطيكم الصحه. باي باي.